السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم جبنا لكم هذا المطروز كما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا المخاد بالغرغار بحال الطلامط لي كالدو. المخاد على دو موديل، هذا الموديل بالديبار والموديل الاخر بالغرغار. حط طلامط فيهم 10 المخاد ديال 90، على هاد الشكل هذا. فيهم 6 بالديبار و 4 بالغرغار، كيجيو فوق الطلامط اللي بهاد الغرغار. طلامط فيهم 4 ديال الطلامط، واحد فيه 2 مترو والثاني فيه 2 مترو والثالث فيه 3 مترو والرابع فيه 4 متر. يعني كاين 2 في 2 في 3 في 4 في 10 المخاد ديال 90 في 4، ما بين لي كالدو ولي بتي كوسان، 2 لي كالدو و 2 لي بتي كوسان. وبالنسبه للثمن، دائما الاثمنه ديالنا جد مناسبه، وكل شيء فرش بالبروكار بالمبره محفره بالمطروز. مرحبا بكم البنات. بالنسبه للثمن كيبقى ب 1400 درهم، يعني الثمن جد مناسب بالنسبه للمطروز 1400 درهم. اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا على 06 04 34 63 75، 06 04 34 63 75. واللي كيسولنا فين كنتواجدوا، حنا كاينين في مدينه الدار البيضاء، وكنصيفطوا لجميع المدن داخل المغرب وخارج المغرب. اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا، مرحبا والف مرحبا. السلام عليكم. هنا عندي هاد لاسبيراتور، هادي ميكا بلس ايطاليا، شي حاجه زوينه، 500 واط اسبيراسيون زوينه. هنا كيف ما كتشوفوا هاد الشطابه ديالها كتجي هكا على هاد الشكل هذا، كيجي فيها واحد الفولو هنايا، واحد الفولو كتاسبيري زوين، خدمه نقيه. اللي بغاتها مرحبا الف مرحبا، تواصل معايا بطبيعه الحال على رقم الهاتف ديالي 0714 26 51. هادي كتجي عمليه الصراحه، هاد لاسبيراتور هادي كيف ما كتشوفوا كتجي الشكل ديالها عملي، كتخليها هكايا ورا شي باب ديال لاكويزين ولا ديال الحمام، وكتحتاجيها يعني كتبقى معاك دائما. بطبيعة الحال هنا ما فيها لارونش ديالها، تكون فيها هادي بالخيط، يعني ماشي سون فيل، بالخيط كتكون فيها واحد 4 متر تقريبا ولا 5 ديال الخيط لارونش. وهنايا كتبدا كتشوفوا صراحة شي حاجة زوينة بلاندي، هادي ديال طاليان يعني ماد انطالي، هاي كيف ما كتشوفوا فيها ايطاليا، شي حاجة زوينة. اللي بغاتها مرحبا و الف مرحبا. الثمن ديالها كيبقى 250 درهم. اللي بغاتها تواصل معايا على رقم 0714 26 56 81، كندير ارسال الى جميع المدن. اللي بغاتها توصل حتى للدار بطبيعة الحال، واللي قريبة في كازا تجي عندي مرحبا. هنا بطبيعة الحال كنجمعوا لارونش ديالها، كتجمع بهذا الشكل هذا صافي، وكتوقفيها هكا ورا شي باب، وكتبقى عملية. هذه صراحة كتبقى جد عملية بالنسبة للناس اللي كيبغيو هكايا مرة مرة، وكتفصل بطبيعة الحال، كتحيد الشطابة وكتطوى هكا على جوج، وحتى هاد اليد ديالها حتى هي كطوال، يعني كتقسى تسنى. اللي بغاتها مرحبا، نوريها طريقة الاستعمال وشكرا. السلام عليكم، كدير اختي بخير؟ صافا لاباس اختي. عندي هاد لاسبيراتور، هادي لا مارك بيكو، 1800 واط، ريزيرفوار ماشي بوشيط كيف ما كتشوفوا، فيها الريزيرفوار ديالها كبيره، يعني كيهز واحد كميه كبيره ديال لابوبيل اعزكم الله كيف ما كتشوفوا. اللي مهم في هاد لاسبيراتور هي الفيتاس وخدمه تبارك الله زوينه، 1800 واط. شي حاجه زوينه، الصوت ديالها زوين، خدمه نقيه. لي بغا ديالها اينوكس كتجي هكايا كيف ما كتشوفوا الشطيطيبه ديالها. بغيتي تخرجي الشطابه في الارض وفي الباركي، بغيتي تدخليها في الزوبيو في الموكيت كيف ما
كما كتشوفوا مع هاد الاكسسوار ديال لي هوس ولي كانابي ولي دوات. هنايا ديري ديدا ديالها ملي كتهز، وهنا كنصوبو الخيط ديالها. اللي بغاتها مرحبا و الف مرحبا، تواصل معايا على رقم 0714 26 56 81 0714 26 56 81. كندير ارسال الى جميع المدن. هذه هي لاسبيراتور اللي عندنا اليوم، واللي بغاتها مرحبا و الف مرحبا. لا مارك بيكو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا اليوم جبت لكم هذا الموكيت، طقي جديد مصبن مره وحده، غير السيده الظروف بغات تبيعو. كما كتشوفوا راه باقي واقف، كان مرولي ها نتوما باش تعرفوا حاجه باقا مزيانه كتكون باقا واقفه، دير اللي بحال هكا كيمشي باقي مزيان. مره وحده اللي تصبن ها نتوما كتشوفوا بالباج وبالمارو، باقي نقي 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 نقي، مفيش حس العيب نهائيا، غير الظروف بغا تبيعو. ثم كتشوفو كيدير، مرة وحدة اللي تصبن، رشارية هي بتسعين درهم المترو، ضربو تسعين درهم في المتروات ديالو في المتر المربع. شوفو شحال غادي يعطيكم، هي دابا راه كطلب فيه غير 500 درهم. هو العبار اللي فيه 3.60 متر في الطول على مترو و 25 في العرض، مترو 25 على 63، ثمن 500 درهم، 0696085571 كازا. وراه كندير الارسال جميع المدن المغربيه، اللي بغاه مرحبا. راه باقي نقي نتوما كتشوفوا بالباج ومارو، باقي نقي صبناه مره وحده مسكينه، ولكن الظروف كتحكم مع هذا الانسان ما يدير، اللهم لك الحمد على كل حال. ثم كتشوفوا كما قلت لكم راه شاريه هي ب 90 درهم اللي بغاتو تتصل بيا ونصيفطوا ليها. مرحبا الف مرحبا، هما اللوينات اللي فيه بالباج والمارو، جاي غزال ما شاء الله. مرحبا و ألف مرحبا. السلام عليكم، مبروك عواشركم. الله يخليك اختي، عندي هاد الديكورات وممكن نستعملوهم، نديرو فيهم فواكه، نديرو فيهم تستعمل كديكور او فواكه او فواكه جافه. هو فخار على هاد الشكل هذا، كاين هاد النوية هذا بحال هكا على شكل خميصة، عندو تا هو الرجل ديالو، ممكن تستعملو في أي حاجة كديكور أو للفواكه أو للفواكه الجافة. المهم كنطلب فيهم 80 درهم الوحدة. اللي بغا، أنا متواجدة في مدينة الجديدة، رقم الهاتف ديالي 0932 72 10 27. اللي بغا يتصل بيا مرحبا به وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم هاد التفريشه جديده ماشي مستعمله، هذا راه المطروز الاماراتي بلي بايت، هانتوما كتشوفوا مخدوم بالقالون وبالديبار بالمطروز، ما شاء الله زواقه زوينه والوان متناسقه. شوفوا كيف جات، هانتوما هنا السامبل، مخده السامبل من اللور ومن القدام، فيها الديبار بالمطروز. شوفوا ما شاء الله كي دايره على اللوينات زوينه في اللون المرتديله، وهذه الطلميطه حتى هي في السامبل ومخدومه حتى هي بلي ديبار والقالون. كما كتشوفوا فيها ثلاثه ديال الطلامط كلهم بحال هكا، فيهم ديبارات ديال المطروز وعشرة ديال المخاد حتى هما فيهم ديبارات ديال المطروز ومخدومين بالقالون. والطلميط كيجي بحال هكا سامبل، 10 المخدي 70، 3 ديال الطلامط ديال جوج جوج جوج، والثمن ديالها 900 درهم. اللي بغاها يتصل بيا على 0696 86 55 71.
انتما كتشوفوا كيفاش كتجي التفريشه. غنحطيت لكم غير شانتيو تشوفوا المخاد كما قلت لكم راه مخدومين بالمطروز وبالكالون، وهنا سامبل والطلميط حتى هو سامبل ونخدم بالديبار ديال المطروز. نعاود 10 المخاد ديال 70 وثلاثه ديال الطلامط ديال جوج جوج بالمطروز وبالتوب سامبل دايره 900 درهم. 06 96 86 55 71. كنعتذر الطلميط المخده عفوا ما لبستهاش غير حطيتها وبغيت نوريكم كيفاش كتجي. اللي بغى يتصل بيا مرحبا، تفريشه غزاله ما شاء الله، حتى الثمن ديالها جد مناسب. راه كلشي كيعرف المطروز شحال كيدير، هذا راه المطروز الاماراتي. مرحبا اللي بغاه. السلام اختي، بغيت نبيع هادو كاملين. هادي راه كبيره ديال الصالون، راه اوفال غير كتبان في الصوره صغيره، راه كبيره ديال الصالونات اللي كتحط في الطابله ديال الصالون. كاينه هاد القرعه بالغوز، كاين هذا، كاين هذا تا هو، وكاين هذا. هادو كلهم الثمن ديالهم 100 درهم. كازا سيدي مون اللي بغاهم مرحبا. السلام عليكم خواتاتي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. الشكر خاص لصاحبه القناه وكي كتشوفوا معنا الزربيه اللي ما شاء الله غزاله. شوفوا شوفوا تبارك الله، هذه راه حاري ديال تركيا، هذه بهار معروفه، هذه تبارك الله غزاله، رداوها من عندي الناس وتبارك الله كلشي تيشكرها. شوفوا تبارك الله، هذه الجناب ديالها بالابيض وفيها الذهبي، وهذا الهدب ديالها ديال الحرير، وشوف داك السميطه ديالها اللي كتكون في الجناب باش كتبقى محافظه على الزربيه وميمطو باش كتعرفي يعني راه ماركه مزيانه. شوفوا الرشمه اللي فيها الوسط، هذه راه بوردو دم الغزال تبارك الله، فيه واحد اللون غزال. وهذه الطروات دي فيها جوج الالوان، كتعطيك من هنا اللون مغلوق ومن هي لون مفتوح. المهم البنات اللي بغات شي حاجه، حنا كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء وكنصيفطوا جميع المدن، خلي الرقم على الشاشه، فيها الواتساب وفيها لابيل، وراه دايرين واحد البرومو من هنا للعيد. اللي بغات شي حاجه الدخول عندي مرحبا بكم والف مرحبا وشكرا للجميع. السلام عليكم اختي، الله يخليك دوزي لي هاد المعنات. كلشي هادشي جديد عندي، هاد الفراقه 100 درهم، هاد المقله ثقيله ديال اسبانيا 120 درهم، هذا كبير ديال فرنسا او ماد ان فرانس 60 درهم، هاد المقله كبيره ديال اسبانيا ماد ان سبين 120 درهم. وعندي هاد المول ديال الدجاج كيهز حتى لربع طيور، ها هو كبير 160 درهم. شكرا اختي. تليفون. السلام عليكم اختي، عافاك عندي واحد العجانه اختي، ها هي الماركه ديالها جينيال، نقيه ما فيها حتى شي حاجه ديال العيب. ها هي اختي، ها منين كتحل، ها انتي اختي، ها هي تحل من هنا، ها هي اختي كتسد من هنا، ها هي اختي خدامه ما فيها حتى شي حاجه ديال العيب. ها انتي اختي، ها تاعها البرومين والدوزيام والتروازيام، هاي خطريين، هاي هاي هذا الجهد ديالها الماكسيمو ديالها، خدامة اختي ما فيها حتى حاجة ديال العيب، ما صغيرة ما كبيرة، ماين نقية انت اختي. الشكل ديالها عندها هاد الموس، عندها ثلاث الموس زياولة، هذا الاخر طراب وهذاك، وهذا ديال العجينه، ها هو فيها الداخل. ها اختي ما فيها حتى شي حاجه ديال العيب. ها اختي اللي بغاها مرحبا به، ثمن 400 درهم. ها اختي الماركه ديالها جينيال، ثمن 400 درهم، اللي بغاها مرحبا به. العجانه الثمن 400 درهم، الهاتف 0 46 15 34 74. كازا الحي محمدي، شكرا، بغى شي حاجه مرحبا به.